خبر اليوم. خبر اليوم نبدأوه مع الإدارة العامة للديوانة بخصوص التخفيض في الخطايا الديوانية، موضوع محاضر ديوانية أو موضوع أحكام قضائية متخلدة بذمة كافة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين قبل غر جان في 2019، وبش يكون التخفيض هذا على النحو التالي: دفع 10% من مبلغ الخطايا اللي ما يفوقش 1 مليون دينار، ودفع 5% من مبلغ الخطايا اللي يفوق 1 مليون دينار. اللي يسمعوا فينا وما يفهموش يقولك شنو حكاية الخطايا ومعلومة الجيبية، إسكو معلوم الخطايا الديوانية كيف باش يتعامل مع الموضوع هذايا؟ باش ناخذوا اكثر توضيحات فيما يخص الاجراءات الجديده هذه، اسكو هي موجوده لكن يتم التغافل عليها ونلقاوها اليوم باش تدخل حيز التطبيق، والا حاجه اليوم اللي باش تنضاف لبقيه الاجراءات اللي باش تعاون المواطن اليوم انه يدفع ما يتخلد بذمته، كما سمعنا في عديد الخطايا الاخرى كما نحكيوا مثلا البلديه كما زبله وخروبه اللي تم اعفاء سنوات ومن بعد لتسهيل عمليه الدفع. شنو ما التخفيضات اللي صاروا في الخطايا الديوانية؟ ينضم لنا عبر الهاتف العميد علي الهدافي، مدير إدارة النزاعات في الديوانة التونسية. مرحبا بك سعلي. مرحبا نورت على غاديو ميد. مرحبا يعيشك سيد العميد. كان نحكيه أكثر فيما يخص التخفيض ونوضحه أكثر للسادة المستمعين، خاطر الإعلان عن موضوع التخفيض في الخطايا الديوانية، محاضر ديوانية وإلا موضوع أحكام قضائية، خلينا نفسره أكثر اللي يسمعوا فينا سعلي. مرحبا بك، مرحبا بكافة المستمعين. القانون المالي سنة 2019 جاء في الفصل 73 تاعو ومن القانون المالي، وعطى منح تخفيض في الخطايا الديوانية. نبداو من الأول، قال في الخطايا الديوانية باش نسهلوا أكثر، احنا تو نحكيو مع المواطنين، راهو اللي عنده قضية صرفية ما تدخلش لهنا. يعني التخفيض اللي نحكيو عليه وباش نحكيو عليه بعد هو يهم كان القضايا الديوانيه، القضايا الصرفيه. انت واحد شدوه في المطار بفلوس ولا البر يبدل في القضايا الصرفيه اللي نعرفها متعلقه بالعمله، اي هذوما ما همش داخلين في العفو. معناه اللي داخل في العفو كان اللي عنده قضيه ديوانيه، ينجم يكون عندنا قضيه ديوانيه وقضيه صرفيه، عندنا برشا قضايا فيهم قضيه ديوانيه وصرفيه، نخدموا له العفو تاعو على القضيه الديوانيه 10% ولا 5% حسب المونطون فوق مليون دينار والتحت، لكن الصرف ينطبق المذكرات الداخليه اللي هي. نعطيو مثال بربي سيد العميد فيما يخص التخفيض هذايا، مثلا نعطيو مثال نتاع مواطن اللي عنده خطيه او ما احنا تو هو يقول القانون يقول موضوع محاضر ديوانيه وموضوع احكام قضائيه. بالنسبه نبداو بالاسهل، لما الاحكام القضائيه الصادره سواء كانت مثقله عند القباض وقاعدين ينفذوا على بيت او مقتضى احكام قضائيه صدرت وما زالت ما ثقلتش معناها الديون نتاعها، نمشيو للحكم وناخذوه اون طونك تالي اللي حكمت به المحكمه باش نعطيوه 10%. اذا المونطون تاع الاحكام الحكم فات مليون دينار باش ياخذ 5%. مليار مثلا، هو عنده مليار ونقولوا احنا مليار و100، مليار و100 باش نعملوا الكالكول تاع 55 مليون جي. هذه الحكم ناخذوا المونطون تاع الحكم اللي يحكم به القضاء، هذيكم الخطايا اللي حكى عليهم المشرع اللي بالمقتضى احكام قضائيه. هذه سهله، ياخذ الحكم ناخذ الحكم ونعطيه 10% او 5% مع المطالبه باصل الدين، لانه احنا كيف لامبو ولا احنا عندنا هم عندهم مطالب بالاداء، نحاولوا الخطايا تاخير وخطايا لكن ما عفوش من اصل الدين في بعض الحالات. بالنسبه للقانون الديوان للقانون اللي خرج قانون الماليه الفصل 73 من الخطايا لكن دون معناها اصل الدين، اصل الدين يلزم يدفع. يعني انا باش نسهلها اكثر، واحد قضيه سرعه في البرد، القول وانه عمل تصريح مغلوط في القيمه، هربوا على الدوله 10 ملايين نقولوا اداه. اي اول حاجه يعطي هذه هي ال 10 ملايين، هذاك اصل الدين، هذاك ما فيش كلام. اي وبعد نعمل الخطيه نتاعي انا يعني حسب ما عندنا مذكره انا باش نخدم عليها اللي خرجناها في رجال للمصالح نتاعنا باش سهلنا لهم الكالكول. معناها في الاخر بكل هو فما معناها امتياز للسيد هذا، يعني باش يدفع الاصل الدين وباش يدفع 10% من الخطيه. والحاجه الجديده اللي عطاها له العفو انه نجم يقسم الخطيه هذيك حسب معناها جدو تم اعداده في الغرض حسب المونتون من عام حتى الخمس سنين. ينجم يقسمهم، ينجم يدفع توا حالا وينجم في حالة التقسيط إذا واحد يحب يقسط الخطايا نتاعو ولا الأداءات. يزم يجينا قبل 30، القانون يقول قبل 30 جوان، يزم توا قبل 30 جانفي ولا جوان
لا قبل 30 جوان 2019. إذا يجيني واحد يقول لي تقسيط في 2019 ما نجمش نعطيه لأنه قانون يمنع قبل غرة جان في 2019 هذاك المحاضر. أو أما بالنسبة للتقسيط يجب يكونوا قبل يكون حطينا لهم احنا في على السيت انترنت متاعنا ولا على الواحد من اللوتا حطينا لهم معناه كيفاش ينجموا معناه يجب يتم إيداع المطلب التقسيط ويودع نفس نعطيك بالضبط يتوجب لمن اختار الدفع على أقساط أن يودع مطلبه لدى مكتب الضبط بالإدارة العامة للديوان أو بالإدارات الجهوية المعنية قبل 30 جوان 2019 وقتها مطالبين احنا باش نقسموا له. فما شروط بالنسبة اللي يحب يدفع كامل يدفع كامل. التقسيط شنو الفرق؟ التقسيط أنه فما مثلا باش نقرا عنده هو 10 ملايين باش نقسطهم له على كل شهرين كل 3 شهور باش يدفع 2.5 ملايين. الدفعة الأولى القانون يقول الدفعة الأولى القسط الأولاني لازم يدفعوا دون ما يخرج القرار وقت يمشي القاضي يعطيه الدفعة الأولى وياخذ على روحه العام ولا العامين حسب المونتون هذاك. هذا بصفة عامة. الحاجة الأخرى نحب نزيد نسهلها أكثر ساعات قضايا ديوانية تبقى فيها برشا أطراف مش واحد بركة طرف متشعب فيها 5 ولا 6 من الناس. الستة من الناس عندهم مثلا خرجت لهم الخطية بعد كالكيل اللي عملنا احنا 10 مليون خرجت 100 مليون ولا دايات مثلا 10 مليون. السيد اللي جاء تقدم بالمطلب ولا كان تقدموا مع بعضهم مرحبا بهم. أما إذا تقدم واحد منهم بركة هو اللي بيش يتكفل بدفعك 10% والأدايات هو وبعد يرجع لهم هم هو يتمتع باش يتنجم يتمتع كل لازم نخرج الواحد برك ما نجموش نقسمها ما تقسمش خاطر فهمتك خاطر هو سيدي جاء الدولة تسامحت في 95% من الخطايا ما نجمش أنا زيد 5% نقسمها نقول احنا على 20 ما القانون بالتضامن معناه الصبغة التضامنية لا يمكن الغاء الصبغة التضامنية هذه شنو معناه كي يبداو 5 يجيني واحد بركة يهز على الكل في 10% مش في المونتون كامل فهمتك هذه بي سيد العميد ما تشوفش انه برشا اللي يسالوا يقول لك خاصه المواطن والا رجل اعمال ولا الشخص المعني بالامر اللي قاعد يقوم ما عندوش خطايا واللي قاعد يخلص في اموره الديوانيه كما ينبغي ما تشوفش انه الحاجه هذه نعاقبوا بها المواطن اللي قاعد يقوم بالواجب نتاعو تجاه الوطن نتاعو فيما يخص الديوانه او لهنايا يولي نعاونوه انه ما عادش يخلص يولي يقول لك نولي نستنى العفو يستنى الاخر وبعد يخرجوا له حاجة ولا مثلا احنا تو العفو الجبهي مش حاجة جديدة على الدولة التونسية معناها عملته قبل في الديوانة تعمل برشا مرات أي. هو شنو العفو ما ننظرولوش من النظرة ذيك احنا نفهمنا أدايات ما عند الدولة والدولة حاجتها بفلوس الدولة حاجة أصل الدين ماناش بتسامحوا فيه باش نشجعوا العباد احنا ماناش قاعدين نشجعوا في العباد باش يتهربوا من الضريبة لأنه احنا السيد اللي جانا في العفو باش يدفع أصل الدين نتاعو وذي أصل الدين بالنسبة إذا فما ديت فما عنا مثلا قضايا التهريب مثلا واحد شدوه مهرب أي. مهرب بضاعة على كرهبة قيمتها 100 أنا تو باش نجي نعطيه 10 ملايين موجاني في العفو السيد باش نعطيه 10 ملايين أما أنا باش نفك له في التهريب باش نفك له البضاعة في اللي عنده أدايات باش نقول له أعطيني أصل الدين نتاع الدولة هذاك حق الدولة ما فيش عفو هذاك العفو هو في الخطايا نتاع اللي في المحكمة هذه الحاجة الأولى معناها ما نشجعوا احنا بالعكس ناخذوا في حق الدولة وحطيناهم في غلط هذايا يزمو يخلص أو كاش خلص شنو اللي يخلص خلص أصل الدين اللي هرب على الدولة هرب على رجعوا وبعد نزيدوا هاك الخطية 5 ولا 10% اللي هي مقارنة بالطلبات الإدارة طلبات الإدارة تاع الديوان راهو يعرفهم وشطة على الأخر معناها ساعات يتشد واحد في المطار ب 100 مليون تولي الخطية توصل 750 مليون في المحكمة معناها مشطة لهنا بريمو باش نرتحوا القضاء معناها من برشا قضايا منشوره عنده تاخذ سنوات الدوله تدخل فلوس الدوله اي تدخل فلوس حاجه اخرى عندنا البضايع اللي معناها موجوده ومتراكمه في اللابرات وما تعرف احنا قضايا ديوانيه خاصه بعد ثوره الوفات معناها وبضايع موجوده برشا والتصرف فيها يكون معناها بمقتضى قرار صلح يتنازل السيد والا الاداره معناها عندها حكم باش هذوما يعاونونا باش نجموا نتصرفوا كان بضاعه باش يهزها يهزها كان بضاعه الدوله معناها باش تصرف فيها بالقانونيه تولي تبيعها بصفه قانونيه ولا بمقتضى العفو ذا يتنازل عليها باش صح اذا الاجراء يتم معناها فيه تنازل كما قلنا التهريب رانا خاطر برشا ناس يقول لك انت انا نخدم نظيف وهذاك مش يخدم نظيف هو مش يخدم نظيف احنا عاقبناه
اما مش العقوبه ذيك، احنا قلنا له اعطينا الدين ولا المهرب، قلنا له فكوا لك البضاعه كل كامل البضاعه يتنازل عليه مع 10% في الخطيه. هذه الفكره بتاع العفو معناها هذوما ثلاثه وطن شكون تبريرات ولا كما حبوا نسميهم معناها. فما شروط، فما شروط اللي شروط يلزم المحضر تو نتاع اللي باش يجي تو يتقدم مطلب، يلزم يكون المحضر نتاعو محرر قبل 1 جانفي 2019 يعني من 2019 من جانفي 2019 وانت راجع التالي طون ليميت معناها في الدات كلهم هذوكم يجي، واللي عنده حكم صادر بعد قبل جانفي كيف كيف جانفي 2019 نحكي أي. يعني البارح كان صدر حكم البارح على واحد يجي يعمل عفو ما نقبلوش مع الحكم، نولي نخدم له على شو اسمه على المحضر، المحضر نتاعو بطبيعته ما دام صدر الحكم معناها المحضر هو محرر عنده 4 سنين و3 سنين أي. مفيد انه المحضر نتاعو القضيه نتاعو عملها قبل تم تحرير خاصه وتحرير محضر في شانه قبل 1 جانفي 2019 لأنه يعني ما هي بيد ما في الزمن مربوط. بالنسبة قلنا اللي باش ياخذ تقفيت أو قلنا قبل 30 هذاك علاش حبينا نعمل احنا البلاغ، لأنه في العفو اللي فات ما سمعوش به برشا عباد أي ماذا بينا يجينا بكري باش ما يلومش علينا بعد، لأنه القانون يمنعنا بعد 30 جوان باش نعطيه تقفيت. فوالا هذيك المشكل، خاطر احنا المواطن اليوم استاني زاد بك التمديد سي علي ماك تعرف ولا يخلي لاخر وقت يقول لك تايم مددوني زيدنا جمعه ولا جمعه. هي ممكن نزيد لك حاجه اخرى، انا حتى اللي يخرج له تقسيط اللي يخرج له تقسيط اللي قلنا لك ليكزومبل اللي عطيناه نتاع 10 ملايين باش تقسمهم له على على اربع تريمس معناها اربع ثلاثيات كل واحده فيها 2500 دينار. إذا يجي فما شكون يتلدد يبعث له وبعد يقول لك يقعدك شهر ولا شهرين وبعد يجيبهم مع بعضهم. أي. القانون لهنا حد 0.5 خطية من المبلغ هذاك 0% معناه 0.5% أي. هو مونتون صغير بالكل معناه. كخطية بور انتيليجون باش يحترموا معناها باش أنت عملت على عام لازمك تخلص في كل 3 شهور لازمك تجي خاطر فما التزام باش يعملوا مع القبض لازم يجي. العقوبة نتاعو كيف قانون معناها كيف لامبو 0.5% على كل قسط. مثلا عمل جا في فيفري هو لازم يخلص 31 فيفري جاني إذا في مارس. أي. نشدك المونتون قسط هذاك زملائي ونص ونضربوا في 0.5. كيف فارغة هي مية هكا بور انتيليجون باش يحترموا. فما شكون اللي يبدا يدفع يدفع وبعد ما يحبش يدفع جمله. اي. ويجيك بعد بعد ما يوفى العفو، لانه العفو احنا عنده يوفى لو 30 جانفي 2019 عام هو يقعد عام. 2020 مطلب 2020 بلوتو سامح. فوالا اسمح اي. اي اي. لهنا يلزم معناها هما قبل غر جانفي 2020 معناها يلزم المطالب الكل يجون. احنا عملوا اللي صار لنا في الجمعه الاخرى زدنا شهر لانه برشا ناس سمعوا في الجمعه الاخرى وبرشا ناس ولاو انتريسيد بالجمعه الاخرى. معناها تلزينا باش نزيدوا شهر باش نجموا نجاوبوا العباد لانه هو من حقه باش يتمتع بالعفو يلزمنا نعطيه العفو. الاقساط فتره 5 سنوات كاقصى فتره؟ احنا عملنا جدول، عندنا جدول انترن مش كلهم على 5 سنوات هو لمده اقصاها 5 سنوات. أي. حطينا لي مونتون ينجم كي يتقدموا للاداره يعطيهم، انا حطينا قيمه الخطيه ولادات والمعالم الكل اللي يخرجوا في القرار مثلا اكزومبل اتيزا اكزومبل من 50000 دينار 250000 دينار ياخذ 6 سداسيات يعني سنه ونص. اللي فوق ال 500 مثلا 8 سنتين، اللي فوق ال 500000 دينار 3 سنوات، واحنا ماشيين هكاك اللي تفوت قيمه الخطايا بعد كالكيل معناها مش الخطايا اللي في المحكمه، الخطايا نتاع العفو اللي جات العفو بالضبط قداش جاته 1,100,000 نعطيوه 20 تريمستر 5 سنوات. عملنا تابلو باش ما تبداش التنظيم اللي نحن معناها باش ما تصيرش واحد يعطيه تبقى زوج مواطنين واحد يعطيه نفس المونتون عام والاخر عطاها عامي باش نبعدوا احنا التنظيم اللي نحن باش ما تصيرش محادثات وباش ما تصيرش كذا. فما مطلب أقصد. مطلب الانتفاع بالتخفيض هذا يتوجه المطلب موجود في السيت ويب تاعنا يحب يجبدوا مغادي او فما لي دو كارو يقولوا تعاها في روت التقام وتعهدوا تبع ذلك بخلاص المبالغ المستوجبه دفعه واحده او على اقساط. ساعات تجينا ما يعمرهمش نوليو نتعاملوا معاه على اساس دفعه واحده ما يلومش علينا لانه حطينا له وهنا علمناه وزيد حطينا له روت معناها توضعوا علامة إكس بالخانة المناسبة فهمت يلزم يقول لي أنت تحب تدفع مونتون كامل ولا تحب تقسط. معناها كان إلكترونيا ولا فما تنجم موجودة موجود يمشي تقدم لأي مكتب ديواني جهوي ولا حدودي ولا إدارة جهوية ولا مكتب ضبط على الإدارة العامة
موجودين باش نعطيوه المطلب التخفيض يتقدم به إذا هو في تونس لهنا. احنا مثلا في الإدارة العامة للديوان لهنا يصب حتى لو كان تابع مدنين نبعثوه المدنين، احنا نتكفلوا باش نبعثوه مش لازم يمشي هو المدنين. اي حاجة بيه انا إذا واحد تونسي لهنا عايش في تونس العاصمة وهو الخطية والواحد كله في مدنين يزم يمشي الإدارة يتنقل الإدارة جهة المدنين، ما سيبش يصب في الإدارة العامة. المفيد يعطينا المرجع تاع المحضر يقول هو هذا صارت في بنقردان القضية ذي ولا في راس الدين باش نعرفها هنا في مدنين، احنا نحيلوه المدنين باش ينظروا فيه مش لازم هو باش يتنقل ديريكتومون. إذا هو موجود في مدنين يمشي لدرجة جوي مدنين ياخو المطلب نتاعو. وإحنا تحت الذمة في أي وقت وأي مسؤول تدخل وبيبانا محلولين الناس كل باش نفهمهم وباش إن شاء الله نتعاونوا مع بعضنا. هذاك علاش إحنا العفو اللي فات ما نقولوش ما نجحش برشا لكن ما دخلش برشا فلوس وما تمتعتش به برشا عباد لأنه صار ما صارش معناه كيف المرة هذه البلاغات ان شاء الله تعاونونا انتم واحنا نتعاونوا مع بعضنا باش الناس كل تسمع واللي يحب يسكر دوسيه وفرصه هي قرار رجلي يعطي حق الدوله ويسكر دوسيه. يعطيك الصحه سيد العميد علي الهدافي مدير اداره نزاعات بالديوان التونسيه، شكرا ليك على تقديمك التوضيحات. شكرا ليك على تقديمك التوضيحات بخصوص اجراءات جديده تتعلق بالتخفيض في الخطايا الديوانيه. بالحق اجراء اللي باش يعاون برشا زاده خاصه اللي عندهم محاضر ديوانيه والا احكام قضائيه متخلده بذمن قبل جانفي 2019، اي محضر قبل غرد جانفي 2019 هما المعنيين بالتخفيض. هذا احنا متواصلين معاكم في ميدي ميد حتى الماضي ساعتين كان هذا خبر اليوم. بعد شويه باش يكون الانفيتي نتاعنا حاضر حدانا سي مروان فلفل نائب مجلس نواب الشعب عن كتله التشريع الوطني.